مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس يطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تي في. إذا نبدأ نشرتنا الجولة بالصورة اللي اخترناها لكم نهار اليوم. نحب بكم لإحدى عجائب الدنيا السبع. اليوم راح نسافر بكم بالضبط التاج محل المتواجد بالهند. إذا الوضعية المرتقبة إن شاء الله بإذن الله، منخفض جوي راح يكون في الموعد، أمطار راح تكون في الموعد، أمطار خير صح من 20 حتى 40 ملم محليا، نقولوا عليها أمطار غزيرة إن شاء الله، خاصة نهار اليوم الجمعه امطار راح تكون في المواعيد على الجزائر، على عنابه، على قسنطينه، على البويره، امطار تستمر على شلف، على تلمسان، على سطيف، على الجلفه، على البيض، زوابع رمليه نشطه. نقول المشاهد الكريم الحيطه والحذر بالضبط لمستعملي الطرقات على بشار، على تمنراست، على اليزي وجنت كذلك. سرعه الرياح تحوم 30 حتى 60 كيلومتر في الساعه. الحيطه والحذر لانه هذه زوابع رمليه تؤدي الى ضعف الرؤيه الافقيه. درجه الحراره ان شاء الله باذن الله راح تنخفض مقارنه بالايام الفايته، خاصه يوم الخميس والجمعه راح نشهدنا انخفاض تدريجي لدرجه الحراره، لكن بعد ذلك حتى وترجع درجه الحراره ترتفع ابتداء من يوم الاحد ان شاء الله. 25 درجه مئويه على عنابه، تنخفض مقياس درجه واحده على قسنطينه، نفس المقياس على البويره، 23 درجه حتى 21 درجه مئويه على ولايه الهضاب العليا. درجه حراره تبقى فصليه على اغلبيه الولايات نهار اليوم الجمعه، 28 درجه على بشار، 33 درجه على تندوف، نعبس، تبلبله وبرج الحويصه. للملاحة والصيد البحري، البحر راح يكون مضطرب هايج نهار اليوم الجمعة، هذا نتيجة الرياح القوية اللي تشهدها أغلبية السواحل الشرقية الوسطى والغربية. إذا سرعة الرياح تروح من 30 تلحق حتى 60 كيلومتر في الساعة، مع اتجاهات رياح مختلفة من الشمالية غربية على السواحل الشرقية إلى غربية تماما على السواحل الوسطى حتى سواحل غربية سواحل مرسى بالمهدي. مشاهدينا لهنا حنا ختام موعد نشرتكم جويا نهار اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، نختمها بالغروب إن شاء الله على الساعة 6:05 مساء. نقول لكم لمزيد من المعلومات زوروا مواقع قناتكم قناه الوطنيه تي في، اللي هي دائما في خدمتكم. ابقوا مع برامجنا على قناه الوطنيه تي في، متابعه شيقه، ابقوا على خير، جمعه مباركه.